آخر مشاهد، إذا كنت أول مرة تشاهدنا لا تنسى الاشتراك في القناة كي يصلك دائما جديد الفيديوهات. في هذا الفيديو بحول الله لن نقوم بشرح موقع أو شركة، وإنما نقوم بإثبات مرة أخرى السحب من موقع التعدين هاشفلار. الجميع يعرف هذا الموقع، ليس جديد وإنما يعمل من 2014. والحقيقة كما بينت في الفيديو السابق الذي قمت بشرحه عن الموقع أنه تابع للشركة الأم، كما تشاهدون هذه الشركة الأم هاش كوين. هذه الشركة بدأت العمل في 2016، هي تقريبا تعمل في تطوير وصيانة وبيع معدات التعدين. كما تشاهدون هذه الشركة الأم بدأت العمل في 2013، وفي 2014 وضعوا موقع للتعدين. إذا هذا الموقع هو تابع لهذه الشركة. بخلاصة، لو كان الموقع وحده يملك أجهزة تعدين لانتهى من زمن، ولكنه ما دام تابع لشركة تبيع معدات تعدين وتطورها، يعني عندما نقول تبيع معناته تبيع لكل من يريد الشراء، للأفراد وللشركات، وهي مصلحة ومطورة إلى غير ذلك من الأمور. يعني لحد الآن هو مستمر ويعتبر من المواقع الموثوقة منذ تقريبا أكثر من عامين. بتأكيد السحب دائما من الموقع. كما تشاهدون هنا الآن في رصيدي امتلك 0.04 بيتكوين بما يعادل 53 دولار فاصل كذا وكذا، لا يهمنا، وكنت قد سحبت منه من قبل. نذهب إلى الهيستوريك. هذه هي كل السحوبات. كما تشاهدون البارحة فقط سحبت من عملة الإثريوم، والبارحة فقط سحبت من عملة الداش كوين، ثم يوم 28 سحبت عملة الإثريوم، نفس الشيء سحبت عملة الداش كوين، ثم الإثريوم الداش كوين، قبلها يوم 18/12 سحبت عملة البيتكوين بما يعادل أعلم كم المبلغ. كما تشاهدون سحبت 148 دولار عفوا يوم 18/12، يعني في أواخر 2016 سحبت منه 148 دولار. اليوم سوف نقوم بتأكيد السحب دائما. نذهب إلى الداشبورد، هنا نضغط على withdraw، نختار المبلغ كاملا، نضغط على withdraw، والسحب فيه تقريبا يصل إلى 15 دقيقة. كما تشاهدون هنا تم السحب، يقول لك أكد الدفع من خلال الإيميل. نذهب إلى الإيميل، نجد أن الرسالة وصلت كما تشاهدون هنا، نؤكد على الدفع. هنا كما تشاهدون تم الدفع، ويقولون بعد 15 دقيقة سوف يصل السحب. سأوقف الفيديو بانتظار السحب وأعود إليكم. عدت إليكم تقريبا بعد أقل من 5 دقائق. الآن السحب كما تشاهدون هنا pending في محفظة زابو، معناتها وصل. في انتظار لاكتمال فقط تأكيدات شبكة البيتكوين، نذهب هنا إلى العمليات، ها هو المبلغ كما تشاهدون يوم 3/3/2017 في تمام 7:25 الحالة confirm. هنا رابط العملية كما تشاهدون هنا، وهنا في محفظة إكزافو الحالة pending معناتها وصل. أتمنى إن شاء الله أن تستفيدوا من هذا الموقع وحاولوا الاستثمار فيه لأنه صادق ولا غبار عليه ويعمل منذ مدة ولا خوف منه. وحاولوا أيضا تجميع البيتكوين وتخزينه بأي طريقة، لأنه دائما يزداد في السعر ويرتفع، لا تدري ربما يأتي يوم يصبح فيه 1000 ساتوشي ب100 دولار.